السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا وألف مرحبا بخوتي وبخواتاتي وبالأميمات والآباء وكل من جات عينه على قناة سحر الطبيعة. كنقول ليه مرحبا والسلام، مرحبا في يوم جديد وفيديو جديد. كالعادة حيل جديدة في متناول الجميع، أكيد 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 غادي تنفعك. زوينين، أنا متأكدة ما تفلتي حتى شي حيلة. خليكم معي من بداية الفيديو إلى نهايته. مشكورين ومشكورات على الوقت ديالكم اللي كتعطيوه ليا، على التتبع ديالكم، على الوفاء ديالكم والاخلاص، على كل شيء كل شيء كل شيء، حتى على داك الكلام الطيب اللي كتخليوه ليا في التعاليق. الله يكبر بكم والله يحفظ لكم وليداتكم وينجحهم لكم يا ربي يا كريم، وتشوفوهم في اعلى المستويات يا رب، ويهديهم ربي ويصلحهم. الحل الوحيد اللي كيخلي الفيديوهات يتشافى البنات هو هذاك اللايك ديالكم اللي كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا به عن طيب خاطر، وشكرا لكم يا اصحاب القلوب الطيبه. ما نطولش عليكم اكثر، كنتمنى لكم طبعا فرجه ممتعه. هنا البنات بغيت نقول اي خضره كانت عندك في الثلاجه شتيها الوات اولا تكمشات اولا طالت عندك يعني اكثر من اسبوع وشتيها بحال ولات دبلانه ولا شي حاجه، كتعمري الماء في شي طاسه وكديري فيها وتخليها فيه مغطوسه، ولكن الماء قد ما كان بارد كان احسن، واخا تكون من الثلاجه من الافضل يعني يكون من الثلاجه. جبدي شي قرعه بارده بارده يعني ماشي الماء ديال الروبيني، كديريها فيه غطسيها فيه خليها فيه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، كترجعي كتلقاي الخضره ديالك ولا طازجه مابقاش تبان لك مكمشه بحال شارفه لاويه، فهمتوني يعني كترجع لي هذاك ما كتبقاش كيما جبتيها من الاول، راكم فهمتوني. انا دائما تنقول لكم بعض المرات كيخوني التعبير. ما كتبقاش مكمشه، كتولي ترجع بحال طازجه. جربوها وغادي توصلوا على كلامي وان شاء الله المعلومه المواليه. قبل ما نمشيو بعدا، واحد الاخت قالت لي نموت ونعرف شنو دايره في هذه المجوره. هادو هاد المجوره البنات انا عارفه الشكل ديالهم ماشي زوين مع البوطاجي مع الديكورات مع 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 غير مؤقت البنات هذا، لان شي جوج المرات ديال التعاليق اللي جاوني فيهم هذا السؤال، وحده قالت لي زوليهم راه ماشي زوينين. غنزولهم، ولكن امتى غنزولهم؟ نهار اللي غيسهل ربي وغندير الالومنيوم هنايا بالمجوره، انا يكونوا عندي واحد 3 ولا 4 في واحد الكوطي هنايا ديال الكوليس، وكندير فيهم ديك اللعيبه ديال الالومنيوم عرفتوا اللي كتجمع فيه المعالق، باش ولي فين ما نبغي المعلقه غنجبد المجر غناخدها. حاليا هانتوما كتشوفوا يعني ما عنديش، انا حطاهم غير هنايا، ما عنديش فين باقي ما دايره لي زيطاجير لا حتى شي حاجه. هانتوما البنات حاطه غير الشبكه شتو في الارض ودايره فيها الماء اللي ما كنحتاجهمش. اما من اللي غادي يسهل الله وندير الالومنيوم هنايا وندير بلاكارات هنا الفوق، اكيد راه ما عندي ما ندير بها، اكيد راه غنزولها نحيدها، حيت دابا جمع فيهم غير المعالق. هانتوما هنا المعالق الصغار والفراشط، هنا المعالق الكبار، وهنايا المواس. انا وريتك دابا صافي. تقول لي انا برقاقه، لا ما برقاقه والو، من حقك تسوليني. هادشي اللي كاين وغنحيدها اصلا، انا ما عجبانيش غير مؤقت ما عجبانيش هكا هكا فوق سطح العمل. دعيو معايا البنات ربي يسهل ويجيب الله شي رزيق، ونصوب حتى انا البلاكارات، لان الكوزينه بلا بلاكارات راه العذاب. راه كتبقاي غير كتخشي بالمواعن ومدرقاهم، ما عندكش فين تست فيهم. راه اللي ما عندهاش بلاكارات اكيد غتكون حاسه بيهم مجربه. عاد ان شاء الله ملي ندير البلاكارات غنزول هادشي وندير داكشي زوين. دابا المواعنات زوينين اللي كنشريهم، لما هما البنات ما كنقدرش نحطهم هكا، بغيت حتى نحط داكشي متيول بالبلاكار فهمتوني كيفاش، يكون داكشي متول على حقه وطريقه. ما دابا الا حيدت هادي اختي فين نحط المعالق؟ ما عنديش فين نحطهم، ما عنديش مجوره، ما عنديش، غنبقى حاطه شي شبكه هنا لا يعقل. اللهم دابا خليها مؤقته جامعه ليا المعالق وداكشي حتى يحل حتى يحمس ربي. ايوا هادشي اللي كاين، ونمشيو ان شاء الله دابا المعلومه المواليه. وهنا يا البنات بغيت نقول واحد الحاجه لهكا البنيتات اللي يلاه تزوجوا اولا اللي يلاه كيدخلوا للسكن جديد شراو ديورهم الله يكمل بخير، اولا اللي الناس غير كاريين في الديور وكيكون عندهم هاد لانستالاسيون اللي كتكون ديال لا ماشين سوا ديال الملابس سوا ديال لافيسيل ديال المواعن، كتكون هاد البرونشمون دايزه كيبقى هاد القادوس هذا اللي كيتخشى فيه التيود ديال لا ماشين باش كيلوح كتلوح الماء. كيكون انا دابا غير كتشوفوه انا اللي مغطياه، كيكون عريان بحال هكا، والسيده ما عندهاش لا ماشين اولا ما عندهاش لا فيسيل اولا كاينين جوج ديال لانستالاسيون بحال هكا، وكيبقى هكا عريان ما كتردليش البال. البنت اللي كتكون هكا يلاه يعني سواء بنت سواء ثاني سيده ما كتردليش البال، اولا كيبقى يدير الريحه كيخرج الريحه لانه عريان، وثاني حاجه كيخرج ليها الحشرات منهم سراق الزيت منهم. كتعرفوا كنا كنعرفوا بان هاد القوادس هادو فيهم الرطوبه عاليه والحشرات كتربى في البلاصه اللي كتكون فيها الرطوبه، هذه معروفه.
اشياء غريبه عجيبه كتربى تما، كيبقاو يخرجوا لينا، كيجيو مع الجعاب والقوادس كيخرجوا مننا، منهم حتى داك سراق الزيت الصغير، منهم بزاف حتى ممكن سراق الزيت الكبير. وكتكون السيده ما عارفاش السبب منين كيجيوها، راه يعني ممكن انه يكون كيجي من هاد القادوس وانت ما رداش ليه البال. وعاد بليس الريحه اللي قلت لكم شنو درت ليه، انا قبضت غير بلاستيكه درتها هكا، دورتها عليه، قبضت السكوتش ولويته على هكا، بحيتها هو سديت لي هذيك الفتحه بالمره، لانني انا واحد النهار كنت واقفه هنا وشميت الريحه ديال القادوس، وانا ما عنديش عمره ما كانت عندي الريحه. ملي بقيت تابعه بني في مصدر الريحه، قربت هنا لقيت الريحه طالعه من هنا، لان هذا عندي انايا غير هكاك ما مستعملاهش، ناشف. وكتعرف القادوس ملي كيكون ناشف كيطلق الريحه، اولا كما كنقولوا حنايا بالمصطلح الشعبي المتداول ديالنا كنقولوا القادوس تقرع. خرجت من واحد الريحه خايبه، من تما عرفت الريحه جاياني من هنا، سديتو عاد تهنيت، ما بقاش عندي الريحه. فريت ما يسهل صدر ربي ونشري لا فيسيل، حيت هذه ماشي ديال لا ماشين، لا ماشين راه عندي لهيه فيه بحال هذا، هاد البلاصه عندي غير خليتها، ربما يسهل صدر ربي في لا فيسيل اللي ما بغاش تجي خلاص. المهم كل حاجه كتجيب وقتها، الله يرزقنا غير رزقا حلالا طيبا يا ربي. درتو هنايا باش ماشي حتى نجيبها عاد نهرس الفايانس ندوز ثاني، هذا درتها مسبقا، خليتو احتياط. صافي البنات، ايوا هادشي اللي كاين، جيتكم لهاد الفكره هنايا، ها هي ها البرونشمون اللي كاينه ديال ديال الماكينه الصابون هي هادي. انا عندي جوج في الكوزينه، غير حبيت نقولها لكم باش تفهموا الفكره اللي بغيت نتقاسمها معكم، وغنديرها انا وعجباتني. كتعرفوا دابا اغلب البيوت عندهم هاد اسبيروكس هادو، ملي كتسالي لك المحلول وكتبقى لك هاد القرعه ما تلوحيهاش، هاد القرعه جد 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 عمليه فاش في الخل ديال البيم. ملي كنشريو الخل ديال البيم هذا، كتعرفوا هو هاد الحركه، هاد البشونه هادي ديالو هو ماشي عمليه، هادي يعني خصك تطلعيها هكا، وملي كتبغي ديري فشي حاجه ماشي عمليه. اش غديروا ملي تخوي لك هاد القرعه ديال اسبيروكس، كتشدي هاد الخل اللي كاين هنا كتكبيه، تحيدي هادي وتكبيه هنا، تعمريه هنايا كامل. هادي دابا كيولي عندك الخل ديال البيم مخشي في هادي، فهمتوني يا بنات؟ عمليه جدا بحال هكا. ملي كتبغيو ترشوا سطح العمل هكا تعقموه بالخل، ولا ترشوا مثلا الماكينه العجانه ولا اي حاجه بغيتو تنظفوها بخل ديال التنظيف. صافي، انا دابا فكره طاحت عليا وعجبتني، وقلت احسن يعني هذه عمليه على هذه القرعه هذه. ايوا هادشي اللي كاين، انا كنشارك معكم كل شيء ولو يكون بسيط، واي حاجه قلت لكم كنديرها انا في المطبخ ديالي هي اللي كنتقاسمها معكم على الفور. ونشوف ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. جيت معكم الوصفه الاخيره، حاجه اللي زوينه 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 بزاف، وخصوصا غتنفعنا في هاد الايام اللي كيكونوا الصيف، كنكونوا المهم انتما غتعرفوا كلشي. حاشنا في شنو؟ حاشنا في الحامض، حاشنا في فازلين. هو من الاحسن ومن الافضل لو كان عندي انا متوفر لي الصابون البلدي، غنيفيتي هاد فازلين وناخذ الصابون البلدي. يعني الا كان عندكم ديروا الصابون البلدي البدل هذا، ما عندكمش بحالي ديروا هذا. صافي، فازلين غناخذ هنايا كميه من فازلين بحال هكا. دابا راه مع الصهد كيكون سايح، الا كان جامد فوق البرد ديروه في بان ماغي وبقاو تحركوه تحركوه حتى كيولي سائل. هنا حاشنا في الحامض، ناخذ واحد الطرف هكا ونعصر على هاد فازلين هكذا ياك، ونخلط خلط مزيان حتى كيولي ما يبقاش عندي هكا هاد فازلين متكتل هكا. وحتى الصابون البلدي دابا اللي ديروه هكا ديروه على الصابون البلدي، نبقى نميلونجي هكا حتى كيولي عندي بحال جاري نوعا ما. اش غناخد؟ غناخد واحد المورسو اخر ديال الحامض هكا اللي يكون ترونش دائري بحال هكا ياك، حيد ليه العظم واجي معايا شوفوا شنو غادي ندير. غنحتاجوها بزاف، علاش؟ الناس اللي عندهم تصبغات في رجليهم، الناس اللي عندهم الفلحات اولا دوك التشققات لدرجه كبيره كتكون بقلق قريبه تسيل بالدم، اللي كتكون رجليها حرشه، المهم ما كتعجبهاش رجليها، كتشدي هذا. وباقا كنقول لكم الصابون البلدي احسن، كتقبطيه بحال هكا ودهنيه رجلي كامله، هو اصلا راه تيكون سائل شي شويه هكا. دهني الصابون البلدي رجليك، خطيره البنات، ترشح الصابون البلدي بزاف بزاف هكا، ودهنيه لقدمك، دهنيه لرجليلاتك من هنا من التحت، دوري عليها كامله كامله يعني من هنا كلها طليها. من بعد اش غديري؟ كتاخدي اصلا حنا الخلطه راه دايرين فيها عصير ديال الحامض، وكتجي كتحطي القدم ديالك هنايا على هاد الدائره ديال الحامض وتحفطي عليه، وتلوي البلاستيكه عليك هكا، عقديها. ديك الساعه راه غتحكمي انت اكثر، دابا انا حيت شاده التليفون بيد غتحكمي فيها انت اكثر، وعقديها هكا
ديريهم رجيلاتك بجوج، عقديها بحال هكا وخليها تكوني في الوقت الفراغ ديالك واحد نص ساعه حتى لساعه، ماشي مشكل، ضروري خصها تزمت بالبلاستيكه. كان وقت البرد راه غتلبسي تقاشرك باش تحكمي الميكا مزيان. صافي، من بعد غادي تحيديها وتحكي رجيلاتك كما كانوا يديروا زمان الناس زمان، سمحوا لي على الشعه ديال الباب، كما كانوا الناس زمان تياخذوا الحجره، كنا نمشيو للبحر وكنلقطوا شي حجره اللي كتكون حرشه وتجلسوا ويحكوا القدام ديالهم باش كيحيدوا ديك الخلايا ديال الجلد الميت. وبهكذا نهار على نهار نهار على نهار كوني على يقين. شوفوا راه باينه العنايه، راه هي كلشي، راه ملي كتبقاي الحاجه مقابلاها كتعتني بها غتعطيك نتيجه زوينه. هديريه ليا مره وتبقاي تمشي بالحفاه وتلبسي ليا صنداله ميكا وهذا، راه اكيد ما غاديش ما غداوميش عليها، اكيد رجلك غتولي غاده 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 الى الاسوء. ايوا هادشي اللي كاين الناس. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم. مره اخرى كنقول لكم الصابون البلدي، الصابون البلدي، الصابون البلدي زوينه البنات بزاف بزاف. وبهكذا الناس زوينه الفيديو ديالنا يكون سهل، سمحوا لي الا طولت عليكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم كيف العاده. شكرا لكم، شكرا للي عندها حتى شي حد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.